عمر الحجي بعسب اعترافات كمال الناسان بيقول انه عمر كان يشتغل بتكحيل الحجر بلبنان سنة 1993، يعني قبل 14 سنة من عملية عين علق، وبعدين ترك لبنان، ومع بداية الحرب بالعراق التحق بتنظيم بالعراق ما بعرف هي تنظيم لمقاتلة الأمريكيين. يعني بسجل عمر الحجي كان موجود بالعراق عم بيقاتل الأمريكان ما بعرف معين. بس نقطة أستاذ رياض، حسب أقوال كمال النهسان عم بيقول إنه أبو عمر يعني الحجي كان يخدم في المخابرات السورية في لبنان. مخابرات هيك أي الكمال النهسان. وكمال بيقول إنه عمر كان بيشتغل بتكحيل الحجر. صحيح، يعني في تناقض بالإفادات، أو اثنين كانوا صحيح. ممكن كانوا اثنين، لأن تعرف ممكن كان في هذيك الأيام حد له خدمة عسكرية معينة، ولكن بأوقات فراغه يشتغل مسائل مدنية. بدي أسألك يا من خلال خبرتك معهم، هن وقت بيعملوا لهم ريكروتمنت أو بجندون، هن بيكونوا بمكان معين ببقعة معينة قبل بالعراق، يمكن اليوم بالرقة أو إلى آخره، بيصيروا يشوفوا كل شخص أي منطقة عنده حرية حركة فيها وبيرجع وبيودوه على هاي المنطقة كرمال يشتغل فيها؟ هن كل منطقة عندهم خبرة بيعطوا أشخاص بيفسروا لهم بتفاصيل مملة، بيدرسوا السلوك حتى البيئة تبعيتهم. نحن منفكرهم أغبية، هن مش أغبية، هن بيدرسوا كل منطقة بمنطقتها. وأنا لو بدي أبعت شخص، يعني أنا من العراق وبدي روح على لبنان وأنا ما بعرف لبنان، بيقولوا في منطقة ببيروت بتسأل عن شارع الحمراء في محل فلان فلان، بلاقيك هونك في شخص ناطرك، بيودولن بالتفاصيل المملة ليكون هذا الشخص مهيئ وجاهز. بيودولن إياهم من مركز القيادة. من مركز القيادة. مطرح ما بيعملولن ريكروتمنت. يس. يعني هن بوقتها كانوا يروحوا على العراق ببغداد أو بالفلوجة. بيتدربوا هوني مزبوط. ومن هونيك بيوزعوا عليهم الأدوار. مزبوط. يعني عمر معقول يكون إجا من العراق على لبنان أو يمكن من العراق على سوريا على لبنان. أنا هذا الاحتمال الأكبر تاني، أنه إجا من العراق على سوريا على لبنان. بأروقة الأمن كانت الأجهزة الأمنية عم توصل لنتيجة أنه الهجوم الإرهابي هو نتاج عمل تنظيم إرهابي جهادي دخل عناصره إلى لبنان من فترة وأصبح متواجد وفعال وجاهز لتنفيذ عمليات بأحد أهم المخيمات الفلسطينية اللبنانية. بعد عين علق لا شك صار عنا، إذا بدك كان عندك تقارير مخابراتي تثبت من هي فتح الإسلام، شو المهمات الإرهابية اللي ممكن تعملها، صار عندك دليل أنه فعلا بلشوا بعملياتهم الإرهابية. يومتها دعينا لمجلس وزاري برئاسة الرئيس فؤاد السنورة كرئيس حكومة، يومتها بحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، أنا كمدير عام قوى أمن داخلي، وكان معي الله يرحمه الشهيد وسام الحسن كرئيس شعبة المعلومات. استعرضنا أنه شو مخاطر هالتنظيم هذا، ومع دليل مقنع للسلطة السياسية أنه شرف تفضلوا هاي مجموعة إرهابية مكلفة أنه تضرب أمن البلد واستقرار البلد. الحقيقة بالمداولات كان بدنا شوية وقت للتحضيرات الحقيقة، وأنا كان عندي موقف يومتها قلت للكل يا أخوان لحنا الحقيقة قدام تنظيم إرهابي كبير، لحنا قدام احتمال من اثنين، إما لحنا بناكلون أو هن بياكلونا، ولحنا بطمنكم قادرين ناكلون لحنا مبدئيا ونحمي البلد لحنا والجيش اللبناني، بس أعطونا إذا بدكم أول شيء القرار السياسي، أعطونا شوية وقت لتحضير حالنا بعملية مشتركة لحنا والجيش اللبناني. كمال النهسان بيزيد باعترافاته وبيشرح بشكل دقيق إنه من فترة شهر قبل الانفجار شاهد مع المدعو أبو إبراهيم كيس نايلون بداخله حبوب خردق أصغر من حبة الحمص ولونه كروم، ومن بين شرائح سميكة تشبه شرائح البطاطا تشيبس لونه أخضر فستقي وأبيض، وبيرجع بشاهد الكيس قبل 10 أيام من الانفجار. وبيقول إنه أبو عمر كان يردد إنه إذا تقاتلوا اللبنانيين مع بعضهم هالشي رح يؤدي حكماً إلى غض النظر عن الجماعات الجهادية يلي بتدخل لبنان تحضيراً لمقاتلة الأمريكيين. ضرب الاستقرار إذا بدك وإرباك الأمنيين تماماً بيخلق بيئة إذا بدك أسهل لتحركاتهم وتنفيذ مخططاتهم. دائماً الإرهابي إذا بدك بيضرب الاستقرار والأمن، هذا الأمر اللي بيخلي الأجهزة الأمنية الوطنية سواء بلبنان أو غير لبنان إذا بدك تربك بجو الإرباك، حكما بيصير عنده حرية حركة أكثر. دائما هذا مبدأ عام بيعملوا الإرهابيين.
وبتاريخ 2 أدار مارس أحضرت دورية من فرق التحقيق بشعبة المعلومات 12 كرة معدنية صغيرة بحجم حبة الحمص تقريباً كانت قد ضبطت بمكان الانفجار. فأكد الموقوف كمال النعسان إنها بتشبه الحبوب يلي شاهدها قبل الانفجار بشهر مع أبو إبراهيم. عند هالحد تم قطع الشك باليقين إنه المدعو أبو إبراهيم متورط بالتفجيرات. وبالمتابعة ومن بعد تعقب المشتبه فيهم تم نصب عدة كمائن بطرابلس وببيروت وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص. كان ممكن تنتظر جريمة ثانية وجريمة ثالثة وجريمة رابعة تمام الحقيقة. نحن محسن حظنا الحمد لله أنه الله يرحم وسام عيد والله يرحم وسام الحسن أنه خلال أيام من تفجير عين علق كشفوا للجريمة وخلال أيام من كشف عرفنا مين المنفذ. عملنا يوم ثلاث كمائن بثلاث أماكن تماما لأنه كنا عارفين إذا ما بنفس اللحظة بتوقف أكبر عدد ممكن بس تعمل أول مداهمة اختفوا الباقيين كلهم سوا. توفقنا يومتها بأربع أشخاص معنيين بالجريمة وانكشفت معنا الجريمة. أبرز الأشخاص يلي تم توقيفهم كان ياسر الشقيري حيث تم توقيفه بمدينة طرابلس بمكان قريب من ساحة النور. ياسر الشقيري لقبه أبو صالح سوري الجنسية ينتمي إلى مجموعة جهادية تطلق على نفسها اسم فتح الإسلام. عنوان السكن بيروت الأشرفية شارع كرم الزيتون. وظيفته التحضير اللوجستي من استئجار بيوت ونقل مواد وتزوير مستندات لأعضاء خلية المتن الشمال. هودي الناس إذا انكمشوا هودي وتحاكموا وفرجونا الأحكام على الشاشات بيكونوا عبرة لغيرهم تما يعود يتكرر هيدا الشيء. مش كل ما واحد إجا عباله يحط انفجار بيحطه وبفل. يعني أنا كيف بدي أعرف وغيري ما عرف واللي أهلهم واللي ماتوا أهلهم ما عرفوا بس على الأخبار إنهم كمشوا بس ما حدا مات وعرفنا شو صار بالناس اللي قتلوا شو إنه كيف بده يتعلم واحد. هي الفكرة إنه بركة إذا تضوع الموضوع ورجعنا شفنا شو صار فيهم هودي الناس وينهم هون الناس مين قال إنه تحاكموا. طب ليه الرأي العام ما شاف؟ طب كيف غير حدا بده يتعلم؟ الشخص الثاني يلي توقف كان أبو إبراهيم يلي تبين إنه اسمه الكامل مصطفى سيو تم توقيفه بشارع الحمراء ببيروت. مصطفى سيو لقبه أبو إبراهيم سوري الجنسية منتمي إلى جماعة جهادية اسمها فتح الإسلام. تعرف إلى فتح الإسلام عبر طالب سوري بلبنان اسمه خالد الحمصي. مصطفى سيو بيقول إنه هو قبل بسنة بس تعرف على هؤلاء الأشخاص وانضم إلى هذا التنظيم أو إلى هذه الخلية. وهو من قبل كان له فترة عايش بلبنان وهو عامل سوري بسيط يعمل في قطاع البناء. معقول يتحول من عامل بسيط بيعمل بقطاع البناء إلى إرهابي من الدرجة الأولى بيتجند بهالسهولة وبهالسرعة بخلال سنة واحدة؟ حسب خبرتي سنة كافية لجند واحد. يعني بيكون إنسان مواطن طبيعي عنده الإنسان عنده كل واحد عنده نقطة ضعف. الشخص اللي جنده عرف نقطة ضعفه لمصطفى يمكن مصطفى أو غير مصطفى. أنا بعرف إذا نقطة ضعفه لمصطفى أنه عدة شغلات بعرف أحرك له إياهم ويقدر يعمل حالة عملية. أنت بتعرفي لمصطفى سي؟ نعم. يعني شو معقول تتخيلي معقول يكون من خلال يعني حواراتك معه يكونوا لقطوفي؟ هأعطيك ثلاث أشياء لأن هن هو متدين بالأصل؟ لا ما كان متدين لا. قبل ما ينتمي لقالون؟ لا 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 شخص عادي. نعم. بس كثرة الصدمات بحياته لمصطفى من عائلته من البيئة بحد ذاتها هذا شو بيأثر عليه؟ أكيد بيأثر عليه هو لما أنا شخص بيهينه وبقمعه وهذا بكون مرت هذا الشخص بيتباهى بالمعتدي. يعني هذا الشخص اللي بيجند لأنه عارف أنه هيك بيحكي باللغة الفوقية وبيحكي باللغة البي لأنه أكترية المتهمين بالإرهاب كلهم عندهم مشاكلهم مع بيهم. أوكي بيحكي باللغة البي بطريقة بمحبة. عم نحكي يعني اللي بيجند اللي بيجندوا بعدين بطريقة قنعوا فيها لمصطفى يعمل هيدا العملية. خطورة بتكمن بخلال مرحلة تجنيد مصطفى سيد.
دكتور قلنا عامل سوري بسيط، تعرف على التنظيم من خلال شخص او عضو بهذا التنظيم اسمه خالد الحمصي، سوري الجنسية ولكنه طالب بأحدى جامعات لبنان، بأحدى الجامعات ببيروت، يعني طالب جامعة بقسم الإعلام بأحدى الجامعات هو يلي جنده. يعني الخطورة وين؟ عندك طالب جامعي وعندك عامل بناء، صاروا اثنيناتهم عم يشتغلوا بنفس المجال يلي هو تنظيم إرهاب. هيدي شو معلوماتك عنها أستاذ؟ بالاعترافات وردت صحيح بهالمسائل هاي، خصوصا بجريمة عين علق موضوع حلقتنا، مش بس في عنا الجاني والضحية، الذين استشهدوا أو أصيبوا هم من الضحايا 100%، تصنيفهم ضحايا. الذين خططوا وجندوا هؤلاء هم من الجنات 100%، تصنيفهم جنات. الجنات يلي نفذوا، الجنات مش اللي نفذوا، هول اللي أنا النقطة المهمة اللي بدي أوصل لها. الجنات هل اللي خططوا واللي جندوا، الذين نفذوا أو شاركوا أو تدخلوا في التنفيذ من مثل مصطفى سيو أو ياسر الشقيري أو كمال نعسان أو سواهم من هذا المستوى، هم جزء منهم ضحية وجزء منهم جاني. هون نقطة الاستفهام اللي بيسوى يبحثها الشخص المهتم والمختص مثل حضرتك أو مثل حضرة الأستاذة، كيفية معالجة الإنسان اللي هو بوسط ما بين جزء منه ضحية وجزء منه جاني. هذا الإنسان مش مجرم 100%. بس يا أستاذ كيف بدك توصله لتعالجه؟ أها، إنه ما حدا رح يجي بباله يفكر إنه عامل سوري رح يتحول إلى مجرم إرهابي خطير، إلى طالب بإحدى الجامعات رح يكون عم بيجند أشخاص. هذه النقطة المهمة، وهذا سؤال ذكي جدا والجواب عليه واضح. لازم نعرف إنه المسؤول أن كان مسؤول ديني أو مسؤول سياسي كلمته يتبع آلاف الأشخاص. يعني لما بيكون في دس مذهبي تحريضي سياسي أو مذهبي، ما فيك تعود تلوم الشخص اللي بينقاد حسب غرائز، حسب غريزته. بدك تلوم الشخص اللي عم بيدس وبيحرض بالمجتمع. اثنين ثلاثة إذا بيحرضوا بيقدروا يقلبوا 10,000 شخص و100,000. وأنا بالنسبة إلي 2000 إرهابي إذا هجمين لي ما بخاف منهم قد ما بخاف من قائدهم اللي هو واحد، وقائدهم ما بخاف منه قد ما بخاف من اللي واقف وراه مشغله.